فيوتشر اللي هيلعب مع اسكو دي كارا التوجولي، والفرصه مهيئه بقوه للفوز، الفوز الغالي اللي حققه فريق نادي فيوتشر على فريق الجيش الملكي، يعني قوى من ظروفه ومن فرصه باذن الله في الفوز وفي التاهل. والفوز لفيوتشر هيرفع رصيده الى 8 نقاط ويقترب بشده باذن الله من التاهل ومن الصعود. على الجانب الاخر، نادي بيراميدز بيواجه مهمه شاقه امام الجيش الملكي في المغرب وسط جماهير حاشده ومحتشده، لكنه برضه رغم غيابات فخري لاكاي وغيابات كمان رمضان صبحي واثنين لعيبه تقال جدا جدا، لكن فخر الدين بن يوسف بيأدي بشكل جيد، اسلام عيسى كمان خرج بسبب الاصابه، لكن عندنا ثقه في باقي اللاعبين، وان شاء الله الاربع فرق يحققوا نتائج ايجابيه تكون وتساعد في التاهل والصعود باذن الله وتخطي دور المجموعات الصعب جدا. الفرسان المصريه اهلي وزمالك فيوتشر وبيراميدز، دعاء بالتوفيق والانتصار، وان شاء الله يكون يوم سعيد لكره القدم المصريه.